ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد ومع قناتكم قناة هيلب مي تو وين، ومعاك من اول خطوة ومنصة الاسبوع او جيكس. طبعا المهمات الجديدة اللي نازلة بقالها حوالي اسبوعين ثلاثة، مهمات ب 8 سنت زي ما شايفين قدامكم على الشاشة، مهمات بتكون ب 8 سنت. ولو طبعا انا بحثت هنا على المهمات اللي هي بتكون من 8 سنت كبداية، لقيت المهمات بتكون 188 ريزلت، 188 مهمة بتكون ب 8 سنت، 188 في 8 سنت يعني بحوالي $16 جميع هذه المهام. لو انت عملتها كاملة ال 188 مهمة هتعملهم في يوم واحد، مش هقولك في ساعتين ده، لا في يوم واحد ال 188 مهمة، تمام؟ ممكن تعمل حوالي $16 بين هذه المهام. وتعالوا مع بعض كده نتناول هذه المهام المختلفة، ويعني بنحاول نكسب اكبر قدر ممكن. لو 12 مهمة او 13 مهمة بتعمل $1 على طول. تابعونا ولكن فاصل بسيط ونواصل. اهلا وسهلا بكم من جديد وعودة بعد الفاصل. طبعا المهمات اللي بتكون 8 سنت هي مهمات اسطمبة واحدة. خلي بالك ان الموظف هو اسمه سمير زد اي ال اللي بينزل هذه المهمات، وطبعا التقييم بيكون 7 days 7 ايام، وبتاخد 8 سنت. مهمة سهلة وبتكون مضمونة. طيب انا جينا للمهمة بمنتهى السهولة والبساطة. فاول حاجة بيطلبوا منك في المهمة، وطبعا انا هنا يعني عامل طبعا حجم الخط عالي عشان كل يشوف الفيديو. اول حاجة بيقول لك ساين اوت فروم جوجل اند سيرش، يعني انت بتقول لك من فضلك وانت داخل على جوجل مش تدخل بحسابك الخاص، تمام؟ يعني شكل الايقونة اللي فوق دي اللي هي الاتش ام ده القناة بتاعتنا، ما ينفعش ادخل بالقناة بتاعتي او بحسابك الخاص بالجيميل وانت بتقوم بعمل هذه المهمات. طيب هنعملها ازاي؟ باول حاجة، ده اول حاجة مطلوبة منك. بعد كده طلب منك انك تبحث عن الكلمة دي اللي هي accept payment online، تمام؟ الكلمة دي هنبحث عنها، هناخدها كوبي معانا. ولكن خلينا نحقق الاول اللي هي اول مطلوب منك اللي هو sign out from google. هاجي هنا على الثلاث نقاط دول، واما الحل الاولاني اللي انا افتح متصفح خفي اللي هي new in cogento window، يعني ده متصفح بيكون خفي. ممكن تفتح المتصفح الخفي وتقوم بتنفيذ المهمة بتاعتك، وبالتالي مش هيكون ليك حساب، ولكن انا شخصيا لا افضل المتصفح الخفي. الحال الثاني ان انت تيجي هنا على حسابك وتعمل ساين اوت، وده الناس كلها بتعمله ولكن انا مش عايز اعمل ده كمان. الحل الثالث اللي احنا عايزين نعمله ان انت تضغط على اسم حسابك انت، تمام؟ ده اسم القناة بتاعتي او اسم حسابك الخاص بيك، وتيجي هنا وتقوم داخل على حاجة اسمها جيست اللي هو الضيف، يبقى ده حساب ضيف ويبقى جيست، تمام؟ افضل من المتصفح اللي بيكون الخفي. ومن هنا من فوق اكتب كلمة جوجل، نكتب كده جوجل، جوجل سيرش، تمام؟ وهنفتح جوجل على الصفحة دي. ده اول حاجة بتعملها في هذه المهمة. ده طبعا كلمة البحث احنا نسخناها، كلمة البحث اللي هي نين اللي هي دي اللي هي ده اللي هي accept payment online the money. كليك يمين كوبي لصفحة البحث، او ده الكلمة المفتاحية اللي هو قال لك ابحث عنها، وتيجي انت هنا على المتصفح بتاعك انت، ولازم تتاكد ان هو كلمه دي جيست اللي هو الضيف اللي انت بتبقى موجوده، وكليك يمين بيست، وبعد كده اقول له ابحث. طبعا لقينا الموقع موجود في الاول الصفحات اللي هو زيل ماني، تمام؟ بنقوم واخدين سكرين شوت، يبقى انا بالسناجت او سكرين شوت العادي بتقوم عامل سكرين شوت بالمتصفح بتاعك للصفحه دي اللي هي الخاصه بموضوع البحث لان هيطلبها منك. تمام، هنستنى ثواني لحد ما عمل سكرين شوت للصفحه اهو بالشكل ده كده، واحنا عاملينه بالسناجت اي سكرين شوت زي ما انت عايز. طبعا هنا من الفايل كليك طبعا على الفايل، بعد كده يبتدي يفتح لي نافذه، وبعد كده هتعمل سيف از على الديسكتوب او اي مكان انت عايزه. احنا كده خلصنا من اول حاجه بتطلب منك. بعد كده هندخل على الموقع اللي هو ده اللي هو اسمه الزلماني، تمام؟ يبقى ده الخطوة الثانية، يبقى لك find and click this title، تمام؟ اللي هو domain starting with zil.com. وصلنا إلى الموقع، تمام؟ خلاص كده بيكون تمام.
بعد كده نتجه طبعا الى المتصفح بتاعنا، وصلنا الى هذا الموقع. طيب هيطلب منك ايه تاني بعد ما وصلت؟ اه، مطلوب التالت جيت بيدج فيريفيكيشن كود فروم فيزيتد بيدج. هتلاقي ان في فيريفيكيشن كود، كليك اون ذا سمول ريد بوكس، صندوق احمر كده، اضغط عليه، بيكون صغير، at very bottom of the visited page، يعني بيكون في نهاية الصفحة اللي انت بتكون فاتحها. and wait for code، انتظر حتى الكود يعمل. this code is to make sure you visit correct page، لازم يتأكد منك اللي انت فتحت الصفحة اللي بتكون سليمة وصحيحة، تمام. وبعد كده طبعا خلينا ناخد الخطوة اللي هي 3 دي الاول ونحصل على الكود. نيجي بعد كده للمتصفح بتاعنا ونتجه الى اسفل الصفحة زي ما هو قال لنا بالظبط. المهم خلي بالك سهلة، واضغط على الكود ده. طبعا انا بضغط مفيش حاجة، اضغط تاني مفيش حاجة، تمام. وبالتالي اغلبنا يقوم قافل الصفحة ويقول لك يا عم ايه المهمة الهم دي، ويقوم طالع. لا ما تطلعش. طب هقول لك تعمل ايه في هذه الحالة. انا عمال اضغط قدامك اهو مفيش حاجة بتيجي. بتيجي هنا على البرودكت، هتلاقي كلمة اونلاين شيك طبعا رايتر.com، اضغط عليها وافتح صفحة جديدة، تمام. وانزل الى اسفل زي ما احنا عملنا في اللي فاتت. هتلاقي الصندوق البوكس ده الاحمر ده بدأ ينزل تحت الاسفل ده، كليكتين عليه هتلاقي ان العداد بدأ يعد معاك. يبقى انت بالتالي مش هسيب المهمة مش من اول صفحة ما اشتغلش معاك، لا، ادخل على اللينك اللي قبله زي ما احنا عملنا كده بالظبط، اللينك ده اهو، وفتحنا الصفحة. خلي بالك لازم تكون على الصفحة دي الاربع دقايق دول، ما تطلعش منها الا لما يكتب لك الكود وتاخده كوبي. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ صفحة البحث، خدنا سكرين شوت ومن الصفحة الأساسية الخاصة بالموقع، ما فتحش معايا البوكس ده اللي فيه الكود، فتحت اللينك اللي فوق البوكس اللي هو اللينك ده، ضغطت هنا اللي فوق البوكس ده فتح لي الصفحة دي، ضغطت على البوكس بدأ ان هو يعد العداد، هستنى لما العداد ينتهي. طيب هنيجي بعد كده للصفحة الأساسية اللي هي دي، كليك يمين وخدها كوبي. وبعد كده نتجه إلى الفيسبوك كده ونعمل بيست لاتنين، طبعا نعمل بيست على الفيسبوك لاتنين جروب وبنحصل على اللينك. الجروب الاولاني اللي انا استخدمته اللي انا عامل عليه جوينت اللي هو 90,000 ممبر ده، عملت انا بوست اهون، كليك يمين وكتبت لهم صباح الخير يا جماعه على احلى جروب، ربنا يسعدكم جميعا، موقعي للنشر، وقمت عامل اللينك بس بتاع الصفحه الاولانيه. وبعد كده بتيجي على الواحد ساعه دي، انا طبعا انا عملت البوست ده من واحد ساعه، تمام، كليك يمين عليها واقوم عامل كوبي لينك ادرس وبدا اثبات معايا. نفس الكلام جيت على جروب اتنين كمان وقال لك اللينك ده بتاع الصفحه اللي انت فاتحها على اتنين جروب. يبقى الجروب الثاني طبعا الجروب ده اللي هو اعلانك هنا مجانا، انا طبعا كليك عليه وعملت جوينت وهو 53,000 ممبر، مفيش ادنى مشكله، وقلت صباح الخير على احلى جروب، شكرا على الجروب الجميل ده، كلمه حلوه كده ذوق من عندك، او اقبل يا ادمن زي ما الناس ما تحب انها تكتب. وبعد كده عملت له اللينك وعملت شير، اللي طبعا انا بعد ساعه ولسه موجود. خلي بالك، اوعى 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 تعمل بابلش او نشر في جروب والجروب ده يقول لك بيندنج، ويقول لك استنى لما صاحب الجروب يوافق عليه او لا. غالبا مش هيتوافق عليه، يا اما الجروب ده بتاعك انت، يا اما انت بتبحث على الجروبات المجانيه اللي انت تنشر عليها تمام على الانترنت. طبعا الاثنين جروب اللي انا اتكلمت عنهم دول انتهوا بالنسبه لك. ليه؟ لان كلكم هتدخلوا عليهم وبالتالي هيبتدوا ان هم يحذفوا المواضيع المتشابهه او البوستات المتشابهه وهتبان، يعني دول بالنسبه لنا انتهوا، فانت هتبحث عن جروبات تانيه بخلاف الاثنين اللي انا قلت لك عليهم دول، تمام. وزي ما احنا اتفقنا ان انت بتيجي على التوقيت 1 دقيقة، دقيقتين، ثلاثة، 1 ساعة، وكليك يمين وبتعمل كوبي لينك ادرس، تمام. يبقى احنا دلوقتي عملنا ايه؟ يبقى احنا في الاول الصفحة بتاعت المتصفح اللي هو الجوجل، لما بحثنا عن الكلمة المفتاحية خدنا سكرين شوت، فتحنا الصفحة ما فتحتش معانا، فتحناها من الموقع اللي فوق البوكس وحصلنا على الكود. والحاجة الثالثة اللي احنا حصلنا عليها اللي هو الاثنين لينك للشير على جروبات الفيسبوك، وقلنا اللي انت بتبحث ازاي على جروبات الفيسبوك. طيب بعد كده بعمل ايه؟ بعد كده يا باشا انت بتيجي على الاثبات اللي هو السبميت بروف اللي هو الاثبات. اول حاجه بيقول لك طلب منك الفيريفيكيشن كود كان 1951، انا كتبته له على طول، حتى هنا قال لك فور ديجيتال نوميريكال كود اللي هو ده.
بعد كده الخطوه الثانيه طالب منك يو ار ال اوف شير بوست 1 اللي هو حساب الفيسبوك الاولاني اللي هو اللينك اللي انا فتحناه مع بعض، وادي الحساب الثاني. في ناس تقول لك بتاخد اللينك ده هو الاولاني وتحطه في الثاني وخلاص، خلي بالك ويطلب منك 2 لينك ليه؟ وعايز واحد منهم بس يكون واحد شغال. لو انت عمل لك بيندنج في جوب منهم وانت يعني مفيش وقت، حط يا سيدي اللينك بتاع الجوب اللي هو البيندنج في الشير 2 والواحد اللي هو اللي اتقبل، على الاقل واحد منهم يكون شغال. الاثنين مش شغالين المهمه مش هتتقبل، المهمه قيمتها ب 8 سنت وبتنزل بكميات، يعني كل ساعتين او 3 ساعات بتنزل كميه كبيره جدا حوالي 200 كمان او 200 وشويه. تمام. بعد كده مطلوب بعد كده طلب منك سكرين شوت اوف جوجل سيرش اللي احنا عملناه في اول الفيديو، وبعد كده بتقوم عامل سبميت وبكده بتتقبل منك المهمه، وبعد 7 ايام بتاخد ال 8 سنت. تخيل انت لو عملت حوالي 30 مهمه من هذه المهمات هتحصل على مبلغ كويس جدا حوالي 2.5 دولار او 2.40 دولار هتحصل عليهم، يعني في ساعه شغل او من ساعه ونص شغل، فحاجه بتكون كويسه جدا في منصه الاسبوع اوت جيكس. يبقى ده المهمات كلها ال 8 سنت بنفس هذه الكيفيه. تعال ننتقل الى مهمة تانية بتكون بخمس سنت ولا حاجة، طبعا ال 3 سنت انا شرحتها قبل كده في فيديو منفصل جميع مهمات ام 3 سنت. احنا في الفيديو ده هنشتغل على ال 8 وكده يعتبر خلصنا ال 8 سنت. وتعالوا نشوف مهمة كمان ب 5 سنت علشان يكون احنا عملنا اللي علينا لمهمات ال 3 وال 5 وال 8، وهسيب لكم اللينك الفيديو السابق لمهمات 3 سنت في صندوق الوصف اللي لسه بيسمعنا جديد. طبعا ومعاك من اول لحظه لحد ما تكسب وتسحب فلوسك من هذه المنصه. طبعا فاصل بسيط ونواصل. ازيكم عاملين ايه؟ وتعالوا مع بعض كده نتجه ومهمه تانية جديده وبتكون بخمسة سنت. طبعا شرحنا ب 8 سنت خلاص، ولسه دي هتبقى زياده للناس اللي طلب مني مهمات ب 5 سنت، يبقى احنا كده عملنا اللي علينا. اول حاجه بيقول لك ابحث طبعا عن الحاجات دي، طبعا هنيجي هنا وابحث على الكلمه دي، كليك يمين وقول له جو تو، خلاص مفيش ادنى مشكله. هتبحث عن الكلمه المفتاحيه دي، بقول لك سيدي افتر يو سيرش اون جوجل، بعد ما بحثت على جوجل او البينج اوبن ذا سايت اي بوت اند او ذا لايك، افتح الموقع ده. يعني بعد ما تبحث هتفتح الموقع ده اللي هو بيدولك موقع اسمه ايه، او اسمه اي اس كي كاندر نوت، اسكاندر نوت ده اسم الموقع. وهتيجي هنا طبعا مديك الكي وورد كلمات مفتاحيه عديده، اي واحده كده بمزاجك، وتقول سيرش اون جوجل واقفل الصفحه الاساسيه. الموقع اسمه scandarnote.com، ده اسم المنصة او اسم الموقع. احنا كده فتحناه زي ما هو طلبه مني بالظبط، فتحنا الموقع كده تمام. بيقول لك يا سيدي 25 ثانية في كل صفحة تمام، وهتفتح 8 صفحات لحتى القاع تمام. طب طلب مني في النهاية سكرين شوت لكل هذه العمليات. طيب انا كده فتحت اول صفحة بالشكل ده كده. اول حاجه بتعملها تتجه الى الهوم، الصفحه الاساسيه اللي هي الهوم، الهوم بيج، وابتدي تحمل معاك الصفحه الاساسيه اللي هتلاقي فيها البوستات اللي انت هتفتحها والصفحات من 1 ل 185. ده اول خطوه انت هتعملها. والاهم من كده كمان، انت وانت شغال انا لمحت ان انا في 275 من 300، يعني انت لازم تعمل هولد للمهمه. هنعملها هولد كده 10 دقائق عشان نضمن ان المهمه تكون موجوده معانا. هاجي هنا طبعا كل دقيقتين نفتح صفحة، كل دقيقة افتح صفحتين. الدقيقة دلوقتي الساعة 7 دلوقتي صباحا، احنا يوم السبت، وانا كده فتحت صفحتين تمام. ونستنى وسكول اسفل كده في الصفحة الاولى والصفحة التانية، ده اول حاجة. نستنى لما تيجي الساعة 7 ودقيقة ونفتح كمان صفحتين، لانه قال لك الصفحة 28 ثانية فهنخليها 30، فبمعنى اصح ان كل صفحتين هيكونوا في دقيقة. نوقف الفيديو كده ونستنى ما تيجي 7 ودقيقة نفتح كمان صفحتين. سألت اصبح 7 ودقيقة AM صباحا، نفتح كمان صفحتين بالشكل ده كده. طبعا 7 دقيقتين نفتح كمان صفحة ونيجي على البيج 2 ونفتح الصفحة التانية بالشكل ده كده. وبعد كده أصبحت 7 و3 دقايق، نفتح كمان صفحتين بالشكل ده كده، أدي الأولى وأدي كمان التانية.
وطبعا اسكرول اسفل الصفحة بالشكل ده كده، ونوقف الفيديو وسبعة والاربع دقايق هنكمل تاني الفيديو مع بعض. طبعا انا كده كملت الصفحات كلها، وبعد كده قال لك اضغط على اعلان، اعلان هو صفحة واحدة بس من الاعلان، اي اعلان عندك افتحه بالشكل ده كده بمنتهى السهولة وبمنتهى البساطة، واستنى عليه دقيقة واحدة، استنى وقت 7 و8 دقايق، يعني 7 و9 هنشوف هيطلب منك ايه تاني، ولكن استنى لما يحمل الاعلان. اهو بدأ يحمل معايا الاعلان، طبعا اسكول الاسفل بالشكل ده. يبقى احنا فتحنا الـ8 بوستات وفتحناهم خلاص تمام كده، وبعد كده ضغطنا على اعلان زي ما طلب مننا، وبعد كده هيطلب منك حاجه كمان طبعا اللي هو في الفولو 5 ده، اللي انت هتعود تاني وتفتح كمان صفحتين، ده طبعا في الدقيقه 7 و9 دقائق، خلي بالك من الحاجات دي، اهو قلبت 7 و9 دقائق. فاللي احنا عملناه افتر يو فيزيت اند ريد 8 ارتكل، بعد ما انت عملت فيزيت انت شفت وفتحت 8 ارتكل مقالات اون ماي بلوج، يو هاف تو كليك اون اني ادرس، ضغطنا على اي اعلان اللي احنا ضغطنا عليه من شويه، اند ستي اون ذا ادرس فور 1 مينيت، قلنا خلاص كده تمام، كان 8 كان 7 و8 دقائق اصبح 7 و9 دقائق صباحا، زين يو تيرن او باك تو ماي بلوج اند فيزيت 2 ارتكل اب تو يو زي ما انت عايز، ذيس تاسك از دان، يعني زين ذا ستاتس جون، يعني بعد كده التاسك دي تكون انتهت. نيجي طبعا للصفحه الاساسيه، واي 2 بوست مزاجك، وليكن اخر 2 هنفتحهم كمان، ادي الاولاني وادي الثاني. تمام، مش بس كده هنعمل سكرين شوت لهذه المهمه، لكن السكرين شوت الخاصه بهذه المهمه تاخد بالك بس من حاجه كده، مش لكل الناس، لناس محدده هقول لك تعملها ازاي، هتلاقي اللي انت عندك الصفحه بتاعتها، الصفحات اللي بتفتحها بتكون متعادة في السكرين شوت، وده مش كل الناس، بعض المتصفحات بتاخد طبعا اللي هو الكوكيز والحاجات دي كأنها صفحة بتكون مستقلة. طبعا خلينا نتجه كده إلى السكرين شوت كده اللي احنا عملناها للمتصفح بتاعنا، ونفتح كده ونشوف الدنيا فيها ايه. انا هنا في البداية في الاول انا فتحت الموقع اللي هو سكاندونيت ده، فتحناه في البداية ولاحظنا اللي هو بتعاد تاني. تمام، هنا طبعا بتعاد، انا هشيل ده طبعا بتعاد وده بتعاد، وبعد كده اللينك الاولاني التوب والتوب، التوب ده متعاد، وبعد كده 15 اكسبلورنج، 15 اكسبلورنج ده متعاد، ده متعاد هنشيله، ما ينفعش نسيبه كده، وبعد كده هنشيل دي، وبعد كده هنشيل المتعاد اللي هو ده، وهشيل المتعاد اللي هو ده، وهنشيل ده. ده يا جماعه مش في كل المتصفحات، في بعض المتصفحات لازم تعد كده، تعد ادي بص الاولاني الثاني الثالث الرابع الخامس، وبعد كده يعني نعد كده السادس السابع الثامن، خلاص كده تمام. بعد كده فتح معانا الاعلان، وبعد كده فتحت انت 2 لينك بعد الاعلان اللي هو ده واللي هو ده، وبعد كده هتيجي على الديليت وتقول له ريموف بمنتهى السهوله وبمنتهى البساطه، ادي الاثنين هما خلاص، وده 1 2 3 4 5 6 7 8، ودول الثمانيه احنا كده تمام بالنسبة للتاسك أو للمهمة. طبعا التاسك بيكون بالشكل ده، سكرين شوت ممكن اللي انت مش محتاج ان انت تحطها معاك ممكن نشيلها كده بحيث الصفحة تكون كاملة. يبقى ادي كده التمانية كده هيعد، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 والاعلان، وبعد كده صفحتين بعد الاعلان كده، سكرين شوت جاهزة والكلمة المفتاحية موجودة تحت في الاسفل اهي. وبعد كده تعالوا مع بعض ناخد سكرين شوت لهذه الصفحة، طبعا خدناها احنا بالسناجت سكرين شوت لهذه الصفحه او باي برنامج عندك ممكن تستخدمه. خلي بالك من الحاجات المتعاده بنحذفها ما بسيبهاش، هتلاقيها في بعض السايت، في بعض المواقع، في بعض المنتديات، في بعض المتصفحات بتلاقي الجزئيه دي، وناس ثانيه لا. ان وجدت ادي احنا عملناها مع بعض، لان الجزئيه دي مهمه جدا. بعد كده هنسيب الصفحه بتاعتنا وليكن هنسميها واحد، هنسميها واحد ونحفظها على الديسكتوب مفيش ادنى مشكله، هنعمل سيف، وبعد كده نتجه الى الصفحه بتاعتنا اللي هو في الاثبات، هو عايز منك السكرين شوت اللي بتشمل كل حاجه. طبعا اضغط هنا على تشوز فايل، واحنا مسميينه واحد بالنسبه للفايل ده، استنى اما يحمل معاك، وبعد كده هتدوس على واحد اللي هو ده، وبعد كده سبميت للبروف. يبقى انت كده مبروك عليك الـ5 سنت.
مهمة سهلة جدا وبتتعاد كل ساعة أو ساعتين بتنزل. تمام. وطبعا مهمة 8 سنت، انت لو عملت لك 20 30 مهمة ب 8 سنت انت الكسبان على مدى اليوم، هتعمل لك 2.5 دولار بس من حاجة واحدة. تخيل بقى لو عملت اكتر من كده مع المهمات التانية هتعمل مبالغ بتكون كويسة جدا يوميا من منصة الاسبوع او ديكس. طبعا جميع اللينكات هسيبها لك في صندوق الوصف الخاصة بالمهمات التلاتة سنت، والشروحات كلها اللي عملتها قبل كده بخصوص هذه المنصة، والصحوبات واثباتات الصحوبات والحاجات دي كلها. خلي بالك الفيديو اللي جاي اللي هو الخاص بيوم الاحد ان شاء الله، المنصه اللي انا شرحتها قبل كده وقلت لك ان انت هتعمل بوست على الفيسبوك وهيديك مكافاه. طبعا هو كان اداني، انا بعد الفيديو مخلصت الفيديو لقيته مديني 3 دولار 55 سنت من بوست واحد فقط انا عملته على وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي. تمام. طبعا منصة جديدة مبتدئة في مجال المايننج، مجال التعدين، ولكن طبعا احنا قلنا مش هنشتغل تعدين، انت ممكن تشتغل تسويق لهذه المنصة بوضع بوستات على الفيسبوك وتبعت له اللينكات بتاعتك وهيبعتوا لك فلوس مبالغ بتكون كويسة. يمكن انا البوست الواحد حصلت منه على 3.5 دولار. تمام. من بوست واحد ما كلفنيش الى دقيقة او دقيقتين، فده حاجة بتكون كويسة جدا. وان شاء الله ده فيديو خاص بيوم الاحد، ده اثبات السحب، واقول لكم هتعملوا ايه. طبعا تستغل طبعا هذه الاعلانات اللي نازلة بشكل بيكون مجاني ومبالغ كبيرة هيوزعوا على الناس كلها وكله بيكسب. تمام. ممكن تعمل لك مبلغ كويس. اتمنى التوفيق طبعا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.